في اول 10 دقايق لربع ساعه في الحصه، على ما الاسئله اللي انت محطوطه قدامك تخلص والمجموعه تكمل انت قاعد بتستفيد. هتعمل كراسه نسميها كراسه بنك الاسئله. عايز تجيب الكتاب الخارجي جيبه، هيبقى انت شفت السؤال بتاعه وانا بعد ما بخلص الفقره اتعرضت اهي هقول لك والله الاجابات بتاعتها اهي. مجرد ما خلصت هتعرف اجاباتك صح او غلط. لو الحصه دي خاصه بالحل فحضرتك هنحل زي النهارده كده، لو الحصه دي حصه شرح فانا شاورت على الاجابات. ناقصك كتير قول لي ناقصني 3 اسئله سؤالين، لو الوقت يسمح هجاوبهم، لا يسمح هتلاقي في فيديو نازل بحل اسئله بنك الاسئله. يبقى انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتستغل كل دقيقه في الحصه من اولها لاخرها، قاعد بتشغل دماغك في الدرس السابق عشان تعرف تبدا في الجديد تشوف ناقصك ايه. فانا مش عايز بقى عامل الموضوع كده منظر، يعني بحط الاسئله واحط الاجابات وانت قاعد تتفرج على الاسئله وتتفرج على الاجابات. لا ايدك اشتغلت ولا مخك اشتغل، غير مقبول. الترم الثاني قصير يا اولاد، وانتوا هتطلعوا من الترم الثاني على ثانويه عامه، فانا عايزك تطلع جامد، عايزك تطلع جاهز، بتعرف تتسال، بتعرف تجاوب، بتعرف تتزنق بمزاجك. اول سؤال هقراه معاك، جايب لي جدول بيوضح الاعداد الذريه لكل من العنصرين، عنصر اسمه اكس وعنصر اسمه واي. لما يقول لك العدد الذري ان والعدد الذري للعنصر اللي بعده ان زائد 1، انا قاصد السؤال ده عشان اعمل لك بيه ريفرشمنت المعلومه في الترم الاول. صلوا على النبي. ايه ده السؤال تاني؟ الجدول جايب فيه عدد ذري للعنصر الاولاني ان والعنصر الثاني العدد الذري بتاعه ازيد 1. استفدت ايه من الكلام ده؟ قال لي يعني العنصرين دول موجودين في نفس الدوره. قال لي فهمتك، طالما العنصر ده عدده الذري والعنصر اللي بعده عدد الذري زياده 1 يبقى ده اللي جنبه في الدوره على طول. ادي معلومه. المعلومه رقم 2 بيقول لي ان العدد الذري، اسف، بيقول ان الشحنه للايون بتاع العنصر اكس هتبقى سالب 2. قال لي استنى، سالب 2 يعني ناقصه 2 ويبقى شبه الخامل وهيكتسبهم عشان يبقى شحنته سالب. قال لي خلاص ده مش فلز، ده لفلز. لفلز ناقصه 2 يبقى في المجموعه 6 ايه. استنى بالراحه، اللي ناقصه 2 يبقى في المجموعه 6 ايه، اللي ناقصه 1 يبقى في 7 ايه، وهكذا. ليه؟ قال لي انت لما توصل للمجموعه الصفريه او ال 18 بيبقى اخر مستوى 8، يبقى اللي في ال 6 ايه ناقصه 2، اللي في ال 7 ايه ناقصه 1. طب قولوا لي اللي في ال 5 ايه يبقى ناقصه كام؟ يبقى ناقصه كام؟ بس خلاص انا فهمت. يعني يا مستر انت عايز تقول ان العنصر اكس اللي هيكون ايون سالب 2 ده موجود في المجموعه 6 ايه؟ قلت له اه. قال لي طب ما انت لسه قايل لي دلوقتي ان العنصر اللي بعده اللي اسمه واي هيبقى في جنبه على طول زائد عنه 1، يعني يبقى في المجموعه كام يا اولاد؟ يبقى في المجموعه كام يا اولاد؟ قال لي بس انا استفدت معلومه ان ده هيبقى سالب 1، هيبقى ايه يا اولاد؟ يبقى تاني قول معايا بالراحه، لما اقول لك ان العنصر ده هيعمل شحنه سالب 2، قال لي يبقى في المجموعه 6 ايه؟ لان كلمه سالب 2 يعني عايز يكتسب 2 الكترون عشان يبقى شبه الخامل. المعلومه اللي كانت في الجدول كان بيقول لك ان العنصر واي بعده على طول في الدوره، فلو ده في ال 6 ايه يبقى ده في ال 7 ايه. خلاص انت فهمت لما اقول لك انه في السبعة ايه انه محتاج الكترون يعني يعمل سالب 1. قلت لي ممتاز جدا. هسألك بقى سؤالين، الرابطة اللي ما بين العنصر الستة ايه والسبعة ايه ينفع تبقى رابطة ايونية؟ قال لي لا، الرابطة الايونية بين ايون موجب وايون، يبقى الرابطة اللي هنا هتبقى رابطة تساهمية. هسألك، التساهمية كانت 3 انواع، كان في تساهمية نقية وكان في تساهمية غير قطبية وكان في تساهمية قطبية. رد عليا، هل هتبقى تساهمية نقية؟ انتوا عارفين يعني نقية؟ قال لي يعني الاثنين زي بعض. هل دول زي بعض؟ الواحد في الستة ايه وواحد في السبعة ايه مش زي بعض. هل تبقى رابطة تساهمية؟ وكان عايز سؤال ايه تاني؟ عايز نوع الرابطة؟ اه يبقى خلاص انا عرفت ان الارتباط عندي ارتباط تساهمي. الارتباط عندي ارتباط ايه؟ تساهمي. طب هسألكوا، هل الارتباط يبقى تساهمي نقي؟ قال لي لا، تساهمية مش نقية، يا إما تكون قطبية يا إما تكون غير قطبية. طب أسألك كده وفكرك إيه رأيك، تبقى قطبية ولا غير قطبية؟ رد يا كرولوس، قطبية ولا غير؟ الناس اللي فاكرة الجدول عارفة إن السالبية الكهربية وإحنا ماشيين في الدورة الواحدة السالبية الكهربية كانت بتزداد. بغض النظر، بغض النظر، الاتنين دول جنب بعض في الدورة، الاتنين جنب بعض على طول، يبقى الفرق في السالبية بينهم هيبقى كبير قوي ولا قليل؟ الفرق بينهم يعني لما اطرحهم من بعض قليل.
يعني تبقى غير قطبية. يبقى لو قال لي هما الاثنين جنب بعض هقول له تساهمية غير قطبية، هو ما قالش حاجة فهقول له تساهمية وبس. ولو كان بيخيرني نقية او لا هقول لا مش نقية، طالما الاثنين مش متماثلين بقى مش نقية. انا كده عملت اللي عليا في اني جبت اخر السؤال. نقية لا خلاص، هي حاجة من الاثنين التانيين اللي انا محتاج ارقام عشان اقول، ما عنديش ارقام خلاص انا وقفت عند كده. لو عايز اكتب الصيغه الكيميائيه يا اولاد، قال لي خلاص يا مستر ما انت قلت لنا ان اللي في السبعه ايه احادي وان اللي في السته ايه ثنائي صح، فلما اجي اكتبهم احنا قلنا اكس ثنائي حط الاثنين بتاعته هنا، الواي احادي حط الواحد بتاعه هنا، فيبقى الصيغه الكيميائيه هتبقى اكس واي 2 اكس واي. واحنا بنكتب الرموز بنبدل التكافؤات، واحنا بنكتب الرموز بنبدل الايه. حد متضايق؟ السؤال رقم 2 يا اولاد بجيبه باني بطرح الارقام من بعض عشان اجيب الفرق في السالبيه. فلو قلت لك الاكثر قطبيه تطرحهم من بعض، الاكثر قطبيه تطرح كل حاجه من بعضها. بص كده بابا، مسكت واحد واحد، مسكت الان والاتش، رحت شفت الان بكام لقيته بتلاتة، الاتش بكام باتنين واحد، انقصهم من بعض كده بجيب الرابطة ما بين الان والاتش. بعد كده بجيب الرابطة ما بين السي والاتش، بروح اشوف السي بكام والاتش بكام، انقصهم من بعض. عايز الاكثر قطبية يبقى الاكبر فرق في السالبية، الاكبر فرق في الايه؟ يعني الرقمين اللي اطرحهم من بعض ويدوني قيمة اكبر حاجة، ده اسمه الاكبر في الفرق في السالبية، الاكبر في الفرق في الايه؟ يبقى الاكثر قطبية هو الاكثر فرق في السالبية، الاكثر قطبية هو الاكثر فرق في الايه؟ في السالبية. فاحنا لقينا الاو مع الاتش ده اكبر فرق. ولو سألني على اقل فرق كنا اخترنا مين يا اولاد؟ كنا اخترنا مين؟ ها؟ السي الاتش مع السي، ماشي الحال. طيب السؤال رقم 3، اي ازواج العناصر الاتية تنشأ بين ذرتي عنصرين ربطة تساهمية اكثر قطبية؟ في الحقيقة دي يا اولاد محتاج انا جايب السؤال ده عشان اقول لك عليه معلومة من الترم الاول، بس انا لما اقول لك من الترم الاول معناها بشرحها لك. يعني عايزك تحفظ لي المجموعة 7 ايه؟ فلور كلور بروم يود. مجموعة 7 ايه؟ فلور كلور بروم يود. مجموعة 7 ايه؟ مالهم دول يا مستر؟ قال لي بابا الترم ده مركز قوي على كلمة سالبية. قلت له قال لي استنى بقى لما اقول لك واحنا نازلين من فوق لتحت في هذه المجموعة السالبية الكهربية، حد فاكر السالبية كان بيحصل لها ايه؟ قال لي السالبية كان بيحصل لها ايه؟ وبالتالي ده كان اكبر سالبية وده في المجموعة 7 ايه اقل سالبية. السالبية ما كانش فيها شذوذ في المجموعة. مستر عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك اكبر فرق ما بين الاثنين ما بين اول واحد واخر واحد. فالسؤال كان بيقول ايه؟ معلش يا مستر نسينا السؤال. السؤال كان بيقول عايز الرابطة التساهمية الاكثر ايه؟ البنت قالت لي يعني الاكثر فرق في السالبية، الاكثر فرق في الايه؟ قلت لها طب ارجعي معايا كده الاكثر فرق ما بين مين ومين؟ قالت لي ما بين اول واحد واخر واحد، ما بين اول واحد واخر. فروحت راجع للسؤال على طول وقلت له اول واحد كان الفلور واخر واحد كان اليود، فاخترت الاختيار دال. في الرسمه اللي قدامي يا اولاد بيسالني الشكل المقابل يعبر عن مركب ايه. بصيت كده على الشكل المقابل لقيته ما بين عنصر اسمه زد، بصيت على عدد الالكترونات اللي حواليه اللي هم بلون واحد الكتروناته هو بس، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ولقيته عامل شراكة مع الباقين. لقيت الواي مشارك بواحد، لقيت الواي التاني مشارك بواحد، الواي التالت مشارك بواحد. قال لي استنى لما اقول لك الرابطة دي رابطة تساهمية. الرابطة دي رابطة ايه؟ مش ممكن تكون رابطة ايونية لان الرابطة الايونية مش مبنية على المشاركة، يبقى استبعدت الايونية. مستر زد واي ينفع تبقى ورقية؟ ايه الاحماض دي؟ قال لي الاحماض دي حبيبي مركبات تحتوي على ايونات الاتش موجبه. بعيني الاتش موجب، انت عارف ان الاتش عنده الكترون واحد صح؟ هل في دول في حد عنده الكترون واحد؟ كلهم عندهم عدد اكتر من الواحد مش كده؟ يبقى ما فيهمش اتش، فانا استبعدت كده حته احماض دي. يبقى مين اللي باقي؟ والله بقى قطبيه او غير قطبيه دي بعرفها من الفرق، انا ما لقيتش غير دي في الاختيارات، كان كاتب قطبيه او غير قطبيه كنت اخترتها، انا ما اعرفش الفرق كام، هو قال قطبيه هي دي اللي باقي. لكن انا ما عنديش دليل على ان هي قطبيه او لا، الدليل يبقى بالفرق في السالبيه. عدد الالكترونات الحره، وركز لما يسالك بالالكترون ما تجاوبش بالجوز. هنا كانت البي هي الذره المركزيه عندها 5 الكترونات هتشارك مع 3 سي ال، زيها زي ال NH3 بالظبط. ادي السي ال اهي الاولى، ادي السي ال الثانيه، ادي السي ال الثالثه، معلش اغير لك لونهم. عايز ايه؟ قال لي عايز عدد الالكترونات بتاعه الارتباط في ذرة الفسفور في المركب ده، وعايز عدد الالكترونات الحرة كمان. الالكترونات الحرة اللي ما شاركتش بيهم هم بيتكلم على الفسفور، فانا ما كملتش النقط بتوع السي ال، بس انا ممكن اكملهم عادي. والنقط دي الناس اللي اول مرة تشوف الكلام دي عدد الالكترونات اللي في اخر مستوى بنعملها نقط. قال لي خلاص الموضوع سهل، عايز عدد الالكترونات الحرة
اللي ما شاركوش 2. عايز عدد الالكترونات المشاركه حول ذره الفسفور؟ قال لي 6. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا كده عرفت ازاي بعد الالكترونات الحره وازاي بعد الالكترونات المرتبطه. حد عنده مشاكل يا اولاد؟ يا اولاد احنا بنتكلم على الروابط، وقلت الروابط عندنا في الكيمياء نوعين. فكرني كده، في روابط اسمها روابط كيميائيه وروابط اسمها روابط. الروابط الكيميائيه 3 انواع: ايونيه، تساهميه، تناسقيه. الروابط الفيزيائيه نوعين، ها، هيدروجينيه و الرابطه الايونيه. يا اولادي بتيجي ما بين فلز ولا فلز، انا اسف، دول المكونات. لكن النتيجه الفلز بيعمل ايه؟ اولا الفلز بيكون اخر مستوى رئيسي عنده الكترون او 2 او 3. لما بعمل التوزيع بتاع الفلزات بيبقى اخر مستوى في 1 او 2 او 3. اخر مستوى رئيسي بيكون في كام؟ والفلز بيفقد ويكون ايون موجب. يكون ايون ايه؟ طيب في نفس ذات اللحظه بيبقى عندي لافلز وبعرفه من التوزيع اخره 5 أو 6 أو 7. اللافلز بيحب يكتسب ويكون ايون سالب. يكون ايون ايه؟ هي دي يا اولادي الرابطه الايونيه، تنشا عن التجاذب الكهربي بين ايون موجب وايون. ركزوا، الرابطه الايونيه لا فيها مشاركه ولا فيها ازواج ارتباط. ليه يا استاذي؟ قال لي طب تعالى اقول لك مثال كده وركز معايا الله يسعدك. لو قلت لك المثال اللي شرحناه قبل كده، الكي اخر مستوى رئيسي فيه الكترون بحط نقطه يا يوسف. لو جاء عمل رابطه مع السي ال والسي ال اخر مستوى فيه 7 الكترونات فبرسمهم 7 نقط، ماذا يحدث؟ قال لي الكي يفقد الكترون والسي ال ياخده. الكي ما عادش عنده حاجه في اخر مستوى، فقلت كي موجب. السي ال اخذ النقطه اللي راحت له، معناها بقى ايون سالب. ركزوا كده، ركزوا، النقط اللي كانت موجوده في الاول عند السي ال اهم 1 2 3 4 5 6، ادي 7 بتاعته، وجات له النقطه البيضة دي من عند مين؟ من عند الكين. هل لو سالتك في كام زوج ارتباط، وكلمه زوج ارتباط يعني زوج مشترك، زوج مشترك، زوج مشترك ما بين ذرتين، هل الزوج ده مشترك؟ قال لا ده مش مشترك، ده الكترون فقد والتاني اكتسبه. الزوج الالكترونات ده مش هيروح يلف لفه عند السي ال ولفه عند عند الكي، الكي فقدته تماما. قال لي عايز تقول ان مفيش ازواج ارتباط بتتعد في الرابطه الايونيه؟ او تاني في الرابطه الايونيه مفيش ازواج ارتباط. فقد واكتساب، كلمه زوج ارتباط يعني زوج مشترك بين ذرتين. فلما اقول لك زوج ارتباط قول لي تساهميه سعادتك بقى، في ال NH3 في ال BCL3. يبقى خلي بالك من المعلومه دي عشان يجي يضحك عليك ويجيب لك ان ال MG كان عنده 2 الكترون، لما راح على الاكسجين كان عنده في اخر مستوى 6 اهم، فتقول لي الاثنين الكترون دول هنفقدهم نوديهم للاو، فيبقى الام جي بقى عليه شحنتين موجب، والاو كان عنده 6 اهم، جاله 2 الكترون من عند الام جي اهم، هل حضرتك تقدر تعتبر ان دول زوج ارتباط؟ قال لا حضرتك، انا فهمت ان الزوج ده ناطط جاي من عند الام جي، فالرابطه دي يا مستر اسمها رابطه ايونيه ما فيهاش ازواج ارتباط. ما فيهاش ازواج ايه؟ ارتباط. هيقابلك اسئله لو انت بتحل في كتب خارجيه، هيقابلك اسئله وانا جايب لك زيها دلوقتي. خلاص الناس فهمت الرابطه الايونيه؟ فهمت الرابطه الايونيه؟ قال لي جميل. النوع الثاني يا اولاد من الروابط اسمها رابطه تساهميه. اسمها رابطه ايه؟ قال لي الرابطه التساهميه دي يا مستر مبنيه على المشاركه. انا نسيت اقول لك ان الرابطه الايونيه بتكون ما بين عنصرين، واحد فيهم قوي في السالبيه يعني بيقدر يشد الالكترونات، والثاني ضعيف في السالبيه بتتشد منه عادي. الفرق في السالبيه بيكون اكبر من 1.7، ومعلش التكالي على كلمه غالبا مش دايما. الفرق بينهم دي ارقام العلماء حطوها يا اولاد، عشان بس لو جبت لك بالارقام تعرف تقول لي ايونيه غالبا او لا. العلماء لما جابوا قيم السالبيه يعني قدرته على الجذب، فلقيوا ان في ذرات قويه جدا في السالبيه، دول ذرات اللافلزات، وذرات ضعيفه جدا جدا جدا، دي ذرات الفلزات. فلما طرحوا الاثنين من بعض لقيوا الفرق في الغالب اكبر من الرقم اللي هو 1.7، فاحفظ الرقم. اما في الرابطه التساهميه فدي مبنيه على المشاركه اولادي، وبتكون ما بين ذرات لافلزيه مع بعض. قد تكون الذرات اللافلزيه متماثله او متشابهه، فاقول لك على الرابطه التساهميه دي رابطه تساهميه نقيه. رابطه تساهميه ايه؟ ولو غير متشابهه اقدر اقول لك مجازا غير نقيه، بس طبعا ده مش موجود حاجه اسمها غير نقيه. العلماء قسموا بقى اللي مش نقيه دي لنوعين، نوع الفرق بينهم في الجذب او في السالبيه قليل فقالوا عليها غير قطبيه، وفهمتها لك بالبلدي وقلت لك مفيش ذره في الاثنين المشاركين بتبقى اعنف ولا تقدر تستقطب الالكترونات فتره طويله قوي عندها. ليه؟
لان الاثنين قريبين في السالبيه. وانا لسه عمال اقول للناس الجديده كلمه سالبيه يعني قدرته انه يسحب الالكترونات. لو كان جبار قوي هياخدهم خالص تبقى ايونيه. لو كان الفرق بينهم صفر، الاثنين زي بعض بالظبط في قوه الجذب، تبقى اسمها تساهميه نقيه. لو كان الفرق بينهم يعني اكبر من الصفر بس مش كبير يعني، قال لي يبقى اسمها تساهميه غير قطبيه، معناها ان مفيش ذره هتستقطب الالكترونات فتره اطول. طب لو كان فيهم فرق هو مش كبير قوي لدرجه الفقد والاكتساب ولا صفر، وكان كبير نسبيا، يعني عايز اقول لك الفرق في الغير قطبيه بيكون اكبر من الصفر بس مش كبير قوي. العلماء قالوا حتى 4 من 10، ودي مجرد ارقام. العلماء قال لك لو الفرق بقى كان اكبر من 4 من 10 حتى 1.7 من 10 فنقول عليها تساهميه قطبيه. نقول عليها تساهميه ايه؟ نقول عليها تساهميه ايه؟ يبقى استنى لما اقول لك لو كانوا ذرتين لا في للزين يبقى الرابطه تساهميه قولا واحدا. لو الفرق بينهم صفر يبقى اسمها تساهميه نقيه. الاثنين زي بعض تبقى تساهميه نقيه مش زي بعض. قال لي لو الفرق صغير، اهو اجيب لك رسمه تانية توضح لك اللي انا بقوله. لو الفرق صغير يا اولاد، لو الفرق صغير اكبر من الصفر اه بس حتى 4 من 10 فتقول لي يا مستر يبقى اسمها تساهميه غير قطبيه. تساهميه غير، لا الفرق كان كبير نسبيا، اكبر من 4 من 10 حتى 1.7 من 10 قال لي نسميها تساهميه ايه؟ نسميها تساهميه ايه؟ اما في الرابطه الايونيه يا اولاد شرطها تكون ما بين لا في لس و، والفرق يكون كبير اكبر من 1.7 من 10. وبضيف لك كلمه ايه؟ بضيف لك كلمة ايه؟ وبضيف كلمة غالبا لان في بعض الفلزات مع اللا فلزات بيبقى الفرق بينهم اقل من 1.7 من 10. فالواد يسألني يقول لي تبقى ايونية، اقول له اه عشان كده كنت بقول غالبا. بس هل الرابطة الايونية تبقى رابطة قوية؟ قال لي لا تبقى ايونية ضعيفة. تبقى ايونية ايه؟ وبالتالي الخواص الايونية بتاعت المركب ده تبقى ضعيفة. وكلمة خواص ايونية زي التوصيل للكهرباء، زي درجة الانصهار، زي درجة الغليان. لو الفرق كان أكبر من 1.7 من 10 تبقى خواصه الأيونية قوية. لو هو مركب أيوني والفرق أقل من 1.7 من 10 تبقى مركب أيوني برضو بس خواصه الأيونية ضعيفة، توصيله الكهرباء ضعيف، درجة انصهاره قليلة، درجة غليانه قليلة. صعب الكلام؟ لما أقول توصيل الكهرباء يا أولاد قصدي على المحلول أو المصهور بتاعه، مش قصدي على المركب نفسه. المركب الصلب في المركبات الأيونية ما بيوصلش كهرباء. أنت عارف الكهرباء يا تبقى في مصهور يا تبقى في محلول، يعني يا مدوبه في مية يا إما مسخنه لدرجة الانصهار. خلاص؟ يبقى لما اتكلم على مركب، لأن في المركب الأيوني الصلب الموجب مع السالب شغلين بعض خلاص، المحصلة مفيش. لكن لما بينزلوا في المية الموجب بيبقى موجود لوحده والسالب موجود لوحده، فيبقى في حركه للايونات اللي بنسميها توصيل كهرباء. فخلي بالك عشان ما تقعش في الاسئله، لما اتكلم على التوصيل قصدي على المصهور او المحلول بتاعهم. يعني خلاصه الموضوع يا اولادي ان الروابط الكيميائيه النوعين اللي درسناهم يا اما رابطه ايونيه بين فلز ولا فلز، وركز على الكلمه دي كويس، الفرق بينهم في السالبيه الكهربيه ودي ارقام انت ما بتحفظهاش، الفرق بيكون كبير اكبر من 1.7 من 10 غالبا، ولو كان اقل تبقى ايونيه برضو بس مركب ايوني ضعيف الايونيه. اما اذا كان الفرق ما بين 4 من 10 و1.7 من 10 تبقى تساهميه قطبيه، وكل اللي هنا دول يا اولادي ما بين لا فلزات مع بعضها من اول هنا كده لغايه الاخر دول لا فلزات مع بعض. وزي ما قلت لك بتعرف اللا فلز من الفلز من التوزيع، اللي اخره 1 او 2 او 3 بيبقى فلز ما عدا الهيدروجين، اللي اخره 5 او 6 او 7 بيبقى لا فلز. حضرتك قيم السالبيه دي هي ارقام بيديها لك في جدول. حد متلخبط؟ حد متضايق؟ يا رب الناس الجديده تكون لقطت على ما تسمع الفيديو. انا مش هكتفي بالتسليكه، هتسمع الفيديو كامل وتيجي تناقشني لو عايز. طيب نبدا نحل الاسئله بقى، افتح مذكرتك معايا. الاسئله اللي احنا حلينا زيها قبل كده انا هقولها تاني على السريع، ولو عايز توقفني وقفني. من امثله الروابط الفيزيائيه، مش محتاجه نقول كتير، من امثله الروابط الفيزيائيه الروابط الهيدروجينيه. العناصر اللي قدامي دي لما اعمل التوزيع، لما اعمل التوزيع الالكتروني هلاقي العنصر ده اخر واحد. لو اخر واحد يبقى فلز ولا فلز ولا ايه؟ الفلز بيبقى اخر التوزيع 1 او 2 او 3، يبقى ده يا محمد فلز. خليك معايا يا محمد، لما تيجي توزع ده وتلاقي اخره 8 يبقى ده يا محمد خامل، يبقى ده ايه؟ خامل. لما تيجي توزع ده 2 7 قلت لك اللي اخره 5 او 6 او 7 يبقى ده ايه؟ خليك معايا.
بص على الاختيارات وقول لي مين في دول ممكن يتحد، واحد يتحد مع التاني. اولا حبايبي الغاز الخامل ما بيتحدش مع حد في الظروف العاديه خالص بالاستبعاد. يا محمد مين ومين ومين غلط؟ الله يسعدك، اي حاجه فيه بتبقى غلط. يبقى الاختيار ايه مع مين؟ ايه وسي؟ الله يعزك. قول لي الرابطه يبقى نوعها ايه؟ قول لي نوع الرابطه. انت قلت لي ايه مع سي، قول لي الرابطه بينهم تبقى رابطه ايه؟ صح، لان فلز مع الفلز رابطه بينهم تبقى رابطه ايه؟ أيونية. خلاص احنا ما بنحلش السؤال، بس احنا بنجيب عليه سؤال. اي المركبات الاتيه يتميز، معلش السؤال ده احنا صححناه لكم غلط، احنا بنعتذر معلش. اي المركبات الاتيه يتميز باقل درجتي غليان وانصهار في مركب درسناه كان مركب ايوني، درجه الغليان والانصهار بتاعته منخفضه عشان الفرق في السالبيه الكهربيه بتاعته كان اقل من 1.7، فاكرينه هو مين؟ ال ALCl3. خلاص عدلوها عندكم معلش احنا صحناها بالغلط. لو انا شلت وقلت كلمه اكبر، لو قلت كلمه اكبر يبقى مين اكبر؟ ان ACl، ان واحد في اول الجدول وواحد في اخر الجدول، كده الفرق كبير اكبر حاجه، فيبقى رابطه ايونيه قويه يبقى اعلى درجه غليان واعلى درجه انصهار. يبقى هنا من السؤال ده لو قلت لك اقل يبقى ال ALCl3 ده اقل واحد عشان الفرق في السالبيه كان اقل من 1.7. لو قلت لك اكبر يبقى ال NaCl ده اكبر حاجه في الفرق في السالبيه عشان ما بين 1A و 7A. مش حب جزيئ العنصر اللي توزيعه 1s2 2s2 2b6. قول يلا يوسف العنصر ده نوعه ايه؟ لو بصيت على اخر مستوى رئيسي، الرئيس الاخير هنا ومين؟ الرئيس الاخير هو الثاني، في كام الكترون؟ 2 و6 كام يا سيد الناس؟ 8. انا قلت لك اللي اخر واحد او 2 او 3 فلز. الله يسعدك. الخامل بيشارك مع حد؟ بيفقد بيكتسب؟ يعني جزيئه يكون بيتكون من كام ذره؟ بص كده على السبوره. صح، جزيئه بيتكون من ذره واحده. ليه؟ قال لي نعرف السبب، لا بيفقد ولا بيكتسب ولا بيشارك. ما عدد الالكترونات المفرده في ال N7 وعليها سالب 3؟ ولا يوسف سالب 3 دي معناها ايه؟ مكتسبه ولا فاقده الكترونات؟ احفظ سالب 3 مكتسبه 3. فحبايبي بص كده ال N7 توزيعها 1s2 2s2 2b3. قال لي اه، لو هتوزعها لي بهوند، وهوند ده اللي برسم مربعات، البي عندها 3 مربعات او 3 اوربيتالات، فيهم كام الكترون يا يوسف؟ 3 اهم، 1 2 3. قال لي مستر اللي انت وزعتها دي ال N بس، انا عايز احط السالب 3. قول يلا يوسف ادي 1 2 3. قول لي في كام الكترون فرداني بقى لوحده؟ يبقى هنا يبقى الاجابه ايه؟ يبقى الاجابه 0. خلاص. ما عدد ازواج الالكترونات الحره على ذره الزرنيخ؟ محدد لي، هروح ابص على ذره الزرنيخ في الجزيء اللي اسمه ارزين اللي رمزه ASH3. حبايبنا الحلوين لما جينا عملنا الزرنيخ عملنا له التوزيع الالكتروني، لقيت اخر مستوى رئيسي فيه 5 الكترونات. اخر مستوى فيه كام؟ اخر مستوى فيه كام؟ 5. اشرف يلا اشرف احط 5 نقط. معاه كام اتش يا اشرف؟ المركب معاه كام اتش؟ اهم ادي 1 2 3. اقرا تاني. عايز عدد الازواج بتاعت الالكترونات الحره. عارف يعني ايه حره؟ يعني لم تشترك في تكوين رابطه. صح. ولو كان بيقول لي عدد الالكترونات قلت له 2، الالكترونات الحره 2، لكن الازواج يعني بعد بالاثنين زوج واحد. حد فاهم؟ حد انتهض؟ وعملت التوزيع يا حبيبي بديك العدد الذري. اي من الجزيئات الاتيه يتضمن 3 ازواج ارتباط؟ جاوبنا السؤال ده قبل كده. NF3 ذره ال N هتبقى موجوده في النص، هترتبط ب 3F، يعني هيبقى معاها 3 ازواج ارتباط. 3 ازواج طبعا. HBr هيبقى زوج ارتباط واحد، H2O كل واحد هيبقى عامل زوج ارتباط، هيبقى عندها زوجين، اسف، زوج مع ال O مع ال H الاولى وO مع ال H الثانيه. هنا هيبقى عندها زوجين ارتباط لان الاكسجين ثنائي محتاج 2 بس، فهيشارك باثنين. يلزم للارتباط التساهمي في جزيء الميثان CH4 عدد كام الكترون؟ عدد كام الكترون؟ قول يا حبيبي. الكربون، واحفظوا الكربون يا اولاد، الكربون اخر مستوى عنده في 4 الكترونات. احنا هنتعامل معاه كتير قوي الترم ده فاحفظوه. حبيبي انا رسمتهم اهو. ايه السؤال وجاوبي على طول قولا واحدا. هو قال ازواج ولا قال الكترونات؟ عشان كده قلت لك قولا واحدا. يبقى ركز يا اولاد، لما يسال على عدد الالكترونات بعد بالواحد. سالني على الازواج كنت هقول 4، لكن سالني على الالكترونات المشتركه قلت له الالكترون 2 3 4 5 6 7 8، يبقى عدد الالكترونات المشتركه 8، لكن لو سالني على الازواج كنت قلت له كام يا اولاد؟ 4. اي من المركبات الايونيه الاتيه
لا تحتوي كاتيونه وانيونه على نفس العدد الكلي من الالكترونات. ومديني الاعداد الذريه بتاعتهم. مستر ايه انيونه وكاتيونه دول؟ قال لا ما انت لازم تبقى عارف الاسامي. النص اللي في الاول ده هو الشق الموجب، ده اسمه كاتيون، واللي جنبه الشق السالب. ده الشق الموجب، ده الشق السالب، ده الشق الموجب، ده الشق السالب، ده الشق الموجب، ده الشق السالب. تعالى كده واحده واحده معايا الله يعزك، وركز. انا هعمل مثال غلط ومثال صح، والباقيين انت هتعملهم بنفس المنطق. صلوا من على النبي. انا هبدا ده غلط، فتقول لي يا مستر فين انيونه وفين كاتيونه؟ اقول لك الانيون بتاعه ان ايه موجب والكاتيون بتاعه او اتش سالب. مستر هو مش لازم الكاتيون يكون ذره واحده لافلزيه عشان تكتسب؟ قال لا، ممكن تبقى مجموعه ذريه سالبه. ممكن تبقى مجموعه ذريه ايه؟ سالبه. قال لي طب بالراحه بقى فهمني. قلت له بص كده، الان ايه مديك عدد ذري، الان ايه لما وزعته 2 8 1. ركز كده الله يسعدك. لما يبقى عليه شحنه موجبه واحده معناها ايه؟ كده عدد الالكترونات اللي في الايون الموجب او الكاتيون عددهم كام؟ جمعهم لي كده كام؟ 10. طب تعالى هنا في الايون السالب اللي هو بيتكون من او اتش، وكلمه سالب واحد ده لا يوسف معناها زايد عليهم واحد. سالب واحد يعني ايه؟ زايد عليهم واحد. الاو 2 6 ده الاو العادي، والاتش ده واحد. حلو كده؟ جمع كده 2 و6 كام؟ 8 و1 كام؟ بس خلي بالك هما زايد عليهم كام؟ يبقى المجموع كام؟ كده يا اولاد اللي موجود في الايون الموجب 10 واللي موجود في الايون السالب 10، هو عايز التي لا يتساوى عدد الالكترونات في الايون الموجب او الكاتيون مع الايون السالب او الانيون. الناس متضايقه، بقول لهم واحده ثانيه، واحده ثانيه غلط. الشق الموجب هنا يا اولاد هو ال ان اتش 4 اهو، ده الشق الموجب. الشق السالب هنا هو الاف سالب. بالله عليكم ركزوا معايا، الاف يا اولاد عباره عن 2 7، دي الاف العاديه عددها الذري 9، 2 و7. طب زود لهم واحد يبقوا كام؟ يبقوا كام؟ طب اعمل معايا انت دي بقى، اذا ربما تكون فهمت. هقول لك الان، الان عددها الذري 7، عددها الذري 7 الان، معاك كام اتش؟ 4، والاتش الواحده بواحد، يبقى معاك كام اتش كده؟ 4. جمع كده 4 و7 كام؟ بس خلي بالك عليهم شحنه موجب. عارف يعني لما يبقى عليهم شحنه موجب يا يوسف؟ يعني ناقص واحد. يبقى المجموع كام؟ انا عايز اللي مش متساويين. قال لي طب بقى هات لي التي اي سي ال 3، وركز كويس قوي عشان تفهم. ادي الشق الموجب يا مستر، وادي الشق السالب. ركز كده كويس. الشق الموجب هنا هو التي اي، عدد تاكسده كام؟ ما هو بحط على جنبه عدد التاكسد بتاعه، عدد تاكسده كام؟ يعني ده يا مستر تي اي موجب 3. قلت له شاطر. وهنا معاك 3 سي ال، كل واحده زايد عليها واحد، كل واحده زايد عليها. حلو، بالراحه كده عشان تفهم. العدد الذري، بصوا في المذكره، العدد الذري للتي اي بكام؟ طيب ب 22. العدد الذري للتي اي كام؟ جميل. العدد الذري للسي ال 17. من غير ما اجمع هنا 22 نقص منهم كام؟ يتبقى كام؟ معاك 3 سي ال، يعني 3 في كام؟ واضح جدا من غير ما استخدم آلة حاسبة، 3 في 17 عدينا 19 بكتير، واخد بالك؟ تستنى ولسه كمان بعد ما اخلص الناتج اللي هنا هشوفه يطلع كام؟ قال لي استنى، انت عندك كام واحدة سالب كمان؟ عندك 3 سالب كمان، فهتزود عليهم كمان 3. قال لي اه دول مش متساويين، الشق الموجب فيهم مجموع الكتروناته لا يساوي الشق السالب، واضح جدا. فعشان ما تغلطش هنا هتشوف الاول عدد التاكسد كام، اللي هو الموجب كام والسالب كام، تعد الالكترونات كلها اللي موجوده على الشق الموجب والالكترونات اللي موجوده على الشق السالب. فهنا السؤال كان محتاج مننا مجهود في اني اعمل ايه. قال لي والله إيه، انا اشوف كل واحد فيهم عنده كام، ولما فقد او اكتسب هزود له اللي عنده. اي المركبات الاتيه يغلب عليها الخواص الايونيه؟ قال لي الخواص الايونيه تغلب على المركبات الايونيه اللي الفرق في السالبيه بينهم كبير. طبعا هنا واضح ان مفيش عندي انا بالاستبعاد سي واتش، ده تساهمي غير قطبي، تساهمي نقي. سي واتش وسي ال كلهم لا فلزات، مين يغلب عليه الخاصيه الايونيه؟ هل هو ده اللي اي المحاليل بتاعت المركبات الاتيه يتميز بقدره عاليه على توصيل الكهرباء؟ محاليل بتوصل الكهرباء لازم تكون ايونيه زي الكي سي ال، الباقيين كلهم تساهمي. حد يسأل؟ سؤال 12، أي من القيم الآتية يمكن أن تمثل فرق السالبية الكهربية في مركب جيد التوصيل الكهربي؟ استنى، المركب الجيد التوصيل الكهربي فرق السالبية لازم يكون أكتر من 1.7، أكتر من 1.7 من 10، فالأكتر من 1.7 من 10 الوحيد عندي هو 2.1. سؤال 13، أي من مجموعة المجموعة 2A التالية
يكون مركبات تغلب عليها خواص مركبات تساهمية. قال لي استنى هنا جايب لي عناصر المجموعة 2A. ركز معايا كده الله يكرمك. طبعا انت لو عملت التوزيع الالكتروني هتلاقيهم كلهم نفس الالكترونات اللي في اخر مستوى. البي اي موجود اول واحد في المجموعه، يليه الام جي، يليه السي اي، يليه الاس ار. معلومه من الترم اللي فات واحنا نازلين من فوق لتحت، ايه اللي كان بيحصل للسالبيه؟ ايه اللي كان بيحصل للسالبيه؟ يعني ده اكبر واحد سالبيه وده اقل واحد سالبيه. ركزوا في السؤال الخامس. احنا خدنا الالومنيوم بس يا اولاد مع السي ال صح؟ تعال اما اقول لك بقى الالومنيوم مع السي ال كان الفرق في السالبيه بينهم كان اقل من 1.7 مش كده؟ فانا عايز اقول لك لما اخد اكبر واحد في السالبيه فيهم ونروح نجيب له واحد لفلز برضه كبير في السالبيه، قال لي يبقى الفرق بينهم فرق ايه يا اولاد؟ قال لي يبقى الفرق بينهم فرق ايه يا اولاد؟ يبقى الفرق بينهم فرق ايه؟ قليل. والفرق القليل بيديني ايه؟ قال لي الفرق القليل بيديني مركب ايوني ضعيف تغلب عليه الخواص التساهميه، تغلب عليه الخواص الايه؟ يبقى تاني بالراحه انا جبتها من تدرج السالبيه بتاعه الترم الاول، قلت له والله اكبر واحد في السالبيه هيبقى فوق، فكبير السالبيه لما نجيب له لفلز كبير السالبيه الفرق هيبقى قليل، يبقى ده يوسف مركب ايوني يميل للتساهمي. خلاص انا خلصت.